تفضل. السلام عليكم. موجه رسالة إلى علماء لبنان وإلى العلماء في كل الدول العربية والإسلامية أن يعرفوا قضية تركستان أولا، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين في كتابه الكريم قائلا إنما المؤمنون إخوة. لتحقيق هذه الأخوة يجب على العلماء أولا أن يعرفوا إخوانهم في تركستان كيف يعيشون وكيف يمارسون شعائرهم الدينية، هذا أول الواجب. وثانيا بعد المعرفة يأتي تبليغ هذه الرسالة أو هذا العلم إلى المسلمين عموما، لأن قضية مسلمي تركستان منسية تقريبا في العالم الإسلامي بسبب مصالح الحكومية في الدول الإسلامية والصين، لأن الدول الإسلامية في الأغلب مرتبطة بمصالح الاقتصادية والسياسية مع الصين، ولذلك وسائل الإعلام الرسمية لا تهتم لهذه القضية بتاتا. ولذلك على العلماء والمنظمات الأهلية على الأقل تعريف هذه القضية وتوصيل هذه الرسالة إلى المسلمين جميعا. قضية تركستان قضية عادلة، قضية حق، وقضية عدل، لأننا مسلمين نتعرض منذ فترة ليست قصيرة للظلم والاضطهاد والقتل والمنع عن الشعائر الدينية الإسلامية. كثير من الناس عندما نقول لهم أن الصين تمنع المسلمين في تركستان الشرقية من الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها من العبادات الإسلامية، وتمنع المسلمين من اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة المسلمة، وتمنع الرجال من إطلاق لحاهم وغيرها من المظاهر الإسلامية، ولكن المسلمين في الغالب لا يصدقون ويقولون أنكم في مشكلة مع الصين من الناحية السياسية، ولذلك ربما أنتم قد تبالغون. ونحن نقول لهم إذا أنتم لا تصدقوننا فيما نقول، عليكم أن تكونوا وفود من العلماء والمفكرين ويذهبوا إلى منطقة تركستان ويرى بأم أعينهم ما يحدث هناك من المراقبة ومن التضييق ومن المعسكرات. ما نتأسف عليه أن الدول الغربية وبعض الصحفيين من الدول الغربية يذهب إلى تركستان وصوروا أشياء وصوروا وما يحدث هناك للمسلمين وينشرونها في وسائل إعلامهم، ولكن العالم الإسلامي والصحفيين المسلمين غير مهتم لهذه القضية. ولذلك في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. ونحن نتمنى من المسلمين ألا يقع في هذا المحظور لخذلانهم إخوانهم في تركستان الشرقية. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم. وهذا شيخنا عالم كبير من منطقة تركستان، أحد أبنائه قتل في السجن، ومن أبنائه وأحفاده أكثر من 40 فرد في السجن وفي الاعتقال، ونحن هناك مشاركين في هذا المؤتمر منذ 2 سنين أو أكثر، لا نعرف ما يحصل لأسرنا، هل هم أحياء؟ هل هم ماتوا؟ أم في المعتقل؟ لا نعرف أي شيء، لأنهم قطعوا التواصل جميعا. أي واحد تركستاني يعيش في الخارج سواء في تركيا أو غيرها من الدول لا يعرف ما يحصل في داخل تركستان من المظالم والظلم لإخواننا ولأهلنا، وهذا يعني مما نتعصر دائما من الحزن والألم والغم. ولذلك نتمنى من المسلمين جميعا
أن يعرفوا هذه القضية لبعضهم البعض. إن لم يتمكنوا من المساعدة مباشرة فعلى الأقل يذكرهم في الدعاء في قيام الليل أو غيرها من الصلوات، لعل الله عز وجل أن يطلع على قلوب مخلص ويستجيب لهم، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم أيضا، وفي الحديث الدعاء سلاح المؤمن. هذا أقل الواجب، هذا أقل الواجب، وهذا ما نرجوه من العلماء ومن المسلمين جميعا في العالم العربي والإسلامي. جزاكم الله.